بدايه بقى، البدايه دايما في مع الدرجه الاولى بتبقى في مباريات، هي دي بدايه الانطلاق، وهي دي بدايه الجمهور يبدا يرتبط بيا فيها وابدا اسمع، والصحافه تبدا تتكلم. المباراه اللي الكابتن خالد مع الدرجه الاولى ما يقدرش ينساها، وكانت هي دي البدايه بتاعته، بدايه الانطلاق. والله يا كابتن اسامه في ماتشات، بس هو في ماتش كان ضد النادي الاولمبي في استاد اسكندريه، وطبعا مليان الملعب كان مليان على الاخر. فرقه الاولمبي وقتها كان فرقه كبيره، احمد الكاس، مش الكاس الصغير اللي موجود، لا احمد كاس كبير الكبير. وكان فرقه الاولمبي نبيل الدقاق والطرفاوي، لا فرقه كانت جامده جدا، وانا كنت صغير وبنلعب. عملت كسبنا 3-0 هناك، وعملنا مباراه اكتر من رائعه، وانا بالذات من احلى الماتشات. انا يمكن الماتش ده مش هنساه كني لعبه امبارح، يعني ممكن افتكر فيه كل حاجه. لدرجه ان بعد ما كسبنا واحنا راجعين في الاتوبيس، ولما جيت هنا البيت كان زمان ننزل نجيب الجمهوريه بالليل عشان نشوف كل واحد مكتوب عنه ايه وايه اللي اتكتب. نزلت اجيب الجمهوريه، لقيت العنوان بتاع الجمهوريه خالد جد الله يهزم الاولمبي 3-0. يعني منشيت حاجه انا دخت عشان اجيب. انا كان عندي الجورنال ده، بس للاسف يعني مع الزمن بقى راح. فانا طبعا مش هقول لك يا كابتن اسامه، يعني قعدت الف بالعربيه وانا الجورنال في ايدي، مش 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 مصدق نفسي، لا لان قدمت مباراه فعلا كانت كويسه جدا. طب منين جت بقى الاسم الشهره؟ دايما كانت الناس بتطلقه على الكابتن خالد جد الله، عارفه؟ طبعا. فناجيلي الصغير. فناجيلي الكره المصريه. فناجيلي الصغير. والله هو جت، احنا مره كان عندنا مباراه مع نادي غزل دمياط في دمياط، وفرقه غزل دمياط كانت من الفرق اللي دمها تقيل، صعبه يعني عشان نكسبها، فرقه تقيله وفيها لعيبه كويسين جدا، وبنلعب في دمياط. رحنا وقبل الماتش في استراحه كده، بعد ما اتغدينا هناك في استراحه قعدنا فيها تقريبا ساعه كده، وانا قاعد لقيت حد دخل الاستراحه بيقول لهم فين اللي بيقولوا عليه الفناجيل الصغير. فبص طلع مين؟ انا ما كنتش عارف، طلع كابتن رفعت فناجيل. كابتن رفعت هو اللي اطلق عليك الاسم ده؟ هو لا، كان اللي اطلق عليا الاسم كابتن نجيب المستكاوي. هو كابتن رفعت دخل عايز يشوف مين اللي نجيب المستكاوي قال عليه الفناجيل الصغير. فطبعا قمت وسلمت عليه، الله يرحمه طبعا، لعيب مش هيتكرر. وقال لي بقى انا جاي اتفرج عليك. قلت له بقى ما انا ممكن ابقى وحش النهارده يعني. قال لي لا بس شد حيلك. نزلنا كسبنا 3-1، جبت جونين، وعملت ماتش يا كابتن اسامه انا مش هقول لك. بعد الماتش خدني بالحضن وبسني، قال لي ليك هيبقى لك مستقبل كبير، وانت لعيب كوره كويس. والراجل كان في منتهى الادب والاخلاق، ربنا يرحمه. طبعا لعيب مش كان لعيب فذ طبعا، الله يرحمه طبعا. وحضرتك بتتكلم عن الاستاذ نجيب المستكاوي، دايما الجيل بتاعكم كان الاستاذ نجيب السكاوي يعني كانت صحافه مختلفه شويه، كان طبعًا دايما بيسمي كل لعيب بيطلق عليه لقب ويدي نمر. لا والنمر الدرجات دي نستنى الدرجات دي يعني 6 من 10 او 4 من 10 ده اللي كان بياخد كام كان بيبقى يعني عدى وقتها 8 من 10 ده يبقى انت عديت يعني انت عديت خلاص يعني انت جامد جد. في ناس بقى 3 و2 و4 ويكونوا يستاهلوا درجات اكتر من كده، بس هو كان هو اللي ابتدع حته الدرجات دي وتقييم اللعيب. يعني كانت مهمه وقتها في وقتكم اجيب جنون عشان اشوف درجات الاستاذ نجيب المستكاوي. هخش تجاره ولا طب؟ كنا بنضحك نقعد نستنى ونبص الدرجات. اكنها الشهاده يعني. لا كانت، لان وسائل الاعلام ما كانتش كتير، ما كانش فيه سوشيال ميديا طبعا زي دلوقتي، ولا في اعلام بالكثره دي، فكنا بنستنى الحاجات دي. طيب عايز اروح بقى لمباراه اكيد عمرك ما هتنساها، مباراه المصري. مباراه المصري سنه 83، مباراه المصري سنه 84، من المباريات اللي الكابتن خالد عمره ما انساها. عايز ابتدي الاول مع 83، مباراه يعني فكرنا بيها وفكرنا بذكرياتها، كانت امام المصري في المباراه النهائيه في كاس مصر. بالظبط كان موسم 83، والماتش ده احنا كنا فرقه المصري كانت برده من الفرق الجامده جدا، عندهم لعيبه جامدين، كانوا جايبين 2 محترفين من ايران، بارزكري وقاسم بور، انا فاكر اساميهم. فرقه كانت تقيله يعني. ونزلنا لعبنا النادي المصري، جاب فينا جول
وفضل متقدم والوقت الاصلي خلص يعني قعدنا نلعب الماتش هيخلص واحنا ما خسرين 1-0 هنخسر الكاس خلاص يعني. حتى المرحوم سيد متولي رئيس نادي المصري بدأ يظبط البدل عشان يستلم الكاس وبتاع عشان هيستلم الكاس وبنلعب في الوقت بدل الضايع. وكان الحكم انا فاكر كابتن حسين مهاوت وكوره في اخر يمكن ثانيه حمد ابو راضي بيعمل كوره عاليه كده جات لي وقفتها حطيتها سرور علاء ميهوب راح هو الجون رقص على منعم وجابها جون اتعادلنا 1-1 لعبنا اكسترا تايم لعبت سرور برضو لعلاء جاب جون تاني بينا 2-1 وبعدين انا جبت الجون الثالث بينا 3-1 وكسبنا كاس مصر 3-1 دي من اكتر البطولات اللي عزيزه على الواحد لان هي ما كانتش في ايدينا يعني كانت بتروح ولكن برضو ربنا سبحانه وتعالى دايما بيدي المجتهد واللي بيتعب واللي عايز يكسب فربنا كرمنا يعني بتوفيقه وقدرنا ناخد الكاس في السنه دي 3-1 بعد ما كان هيروح مننا كان بعد ما كان هيضيع في الثواني الاخيره بالظبط. علاء ميهوب خالد جدالله سمير فوزي سمير فوزي الجول الثالث للنادي الاهلي الجول الثالث للنادي الاهلي اللي جابه خالد جدالله. قبل ما اروح ل 84 برضو مباراه الكاس واللي كابتن خالد جدالله يعني هو اللي سجل فيها الهدف عايز يعني نسترجع ذكريات في الجيل بتاعك مين اللي كان دمه خفيف مين صاحب المقالب المواقف الحلوه اكيد انتوا في معسكرات وفي مباريات وفي سفريات بيبقى فيه لحظات حلوه ده احنا يعني طبعا ده كلها كانت لحظات حلوه كابتن وسام كنا بنضحك ضحك لا رهيب يعني وكان في ناس يعني مثلا احنا كنا اربعه ما نفترقش يعني في حته المقالب بقى مين بقى مجدي عبد الغني ومدحت رمضان وشريف عم منعم وانا ده الفرقه بقى بتاعه الضحك والمقالب وال يعني الحاجات المواقف اللي دمها خفيفه كنا لا كنا بنضحك ضحك رهيب جدا يعني احكي لنا كواليس في افريقيا وفي السفريات يعني في حاجات لا في مواقف طبعا كتير جدا يعني في مواقف كتير جدا مره احنا كنا في تنزانيا وكان مدحت رمضان كان دمه خفيف جدا جدا لا مدحت مالوش حل يعني لعيب كوره كويس جدا طبعا وفي نفس الوقت لا دمه خفيف جدا فمدحت كان قاعد معايا في الاوضه وبنعمل شاي اكرامي كان في الاوضه اللي جنبينا بعدينا بخمس ست خطوات كده فكان اكرامي واخد السخان بتاع الشاي قلت لمدحت روح هاته فمدحت فتح الباب وطلع اكرامي ما فيش خطوتين جنبينا يعني المفروض مدحت هيروح يجيب السخان ويجي في 3 دقايق 5 دقايق انا فضلت قاعد كده ربع ساعه ثلث ساعه ما جاش فقلت ده بيعمل ايه طلعت من باب الاوضه كابتن اسامه وبص كده لقيت مدحت واقف في الطرقه قدامي وقدامه مش قطه بقى يعني تقول نمر صغير يعني حاجه فمدحت من كتر الخوف ولا قادر يرجع ولا قادر يتكلم والقطه دي واقفه له عامله له كده اهو انا طبعا شفت شفت المنظر من وراه طبعا وقعت على روحي من الضحك فقال لي افتح افتح اقعد عشان اخش وبتزقه وبتقفل الباب فكانت كان كل سفريه عباس مره برضه في تنزانيا سفريه كابتن محمد عباس محمد عباس بنصلي الظهر وهنروح الماتش فاحنا بنصلي في الطرقه ورانا في سلم يعني اخر واحد هيبقى وراه سلم فمحمد جه متاخر فوقف ورا الصف الاخراني انا حاسس بيه هو في ظهري فالمهم نزلنا سجدنا وبتاع واحنا طالعين اسمع لك دب دب وهو طالع مولع من على السلم سافر فكانت لا كان في حاجات كتيره يعني ايام حلوه ولحظات جدا حلوه جدا طيب عايزين نرجعك بقى للكوره وكاس مصر برضو كان وش السعد على كابتن خالد جدالله موسم 84 كنت انت صاحب الهدف وقتها وبرضه كان قدام المصري الماتش ده نهائي الكاس كان في بدايه الموسم لعبنا الماتش ده في ملعب المقاولين العرب وكان نهائي الكاس في بدايه الموسم الجديد بيتلعب
ويمكن انا حظي كان حلو على النادي المصري، كنت بجيب اجوان، حتى جبت فيهم اجوان كتير يعني. فلعبنا الماتش ده وان كسبنا 1-0، وقدرت الحمد لله ان انا اجيب الجون اللي نكسب بيه، وخدنا برضو الكاس تاني سنه من النادي المصري، وده يبقى طبعا ليه ذكرى عندي غاليه جدا، لان هدف ببطوله يعيش معاك على مدار التاريخ كده في التاريخ. طبعا طبعا. فيعني من الماتشات الحمد لله برضو الواحد مش هنساها ابدا. ربيع ياسين تاني هيرفع الدور ده، الدور اللي فات كانت رفعته خطر قوي، الدور ده فرصه قوي، فرصه جدا، فرصه جدا. عايزينك برضو اتكلمنا يا كابتن خالد عن البطولة الأفريقية سنة 82، وانت كنت شاهد عيان في البطولة دي وشاركت فيها وكنت موجود فيها من البدايات للنهايات، خاصة ان دي كان كمان اول بطولة أفريقية تدخل النادي الأهلي. طبعا من اعز البطولات، لان زي ما انت قلت يا كابتن أسامة، اول بطولة أفريقية تخش دولاب بطولات النادي الأهلي. بطولة كانت قوية جدا، الفرق اللي كنا بنلعب قدامها أشانتي كوتوكو كان منتهى القوة، لأن في الوقت ده ما كانش فيه احتراف يعني، فأحسن لعيبة في كل نادي موجودة بتلعب، ما فيش احتراف بره مش زي دلوقتي، فكانت الأندية جامدة جدا يعني. أفتكر حتى في مباراة السيمي فاينال قدام الرينجرز بطل نيجيريا، كنا بنلعب منتخب نيجيريا مش فرقة الرينجرز، كانت يعني أقوى من دلوقتي جدا جدا. كسبناهم في السيمي فاينال، جينا في مصر 4-0، كابتن محمود الخطيب طبعا جاب جونين حلوين جدا، وانا جبت جون، وكان فوز كوتي جاب جون، ده كان سيمي فاينال. وبعدين انتقلنا للمباراه النهائيه مع كوتوكو، المباراه طبعا الشهيره، لعبنا المباراه هنا الاولى 3-0، كابتن محمود الخطيب جاب جونين برده حاجه تحفه، وعلاء ميهوب جاب جون. والماتش الثاني لما رحنا هناك طبعا سافرنا بطائره حربيه، يعني كواليس بقى المباراه اللي هناك دي ليها كواليس ثانيه مختلفه خالص جدا. سافرنا بطائره حربيه، وطبعا الطياره اول مره نركب طياره حربيه احنا، كانت العمليه ده يعتبر طياره خاصه في الوقت ده بالظبط زي الطياره الخاصه دلوقتي زي الطياره الخاصه. سافرنا بطياره حربيه رحنا غانا، طبعا الاجواء كانت لا استنى بس يعني اتفضل. انا واحده واحده الطياره الحربيه دي يعني النهارده انا كنت بسمع وعرفت انتوا فرشين وقاعدين على الارض في الطياره صح؟ بالظبط، في ناس قاعده على الارض. أيوة. وناس قاعده مفيش بقى الرفاهيه. ايوه عايزين الكواليس دي. لا مفيش علشان رفاهية. الناس تعرف والاجيال دلوقتي تعرف الجيل اللي تعب وشاع عشان يدخل اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي، ما جاتش بالسهل كده. مفيش اي نوع من الرفاهيه، وناس قاعده على الارض، وناس قاعده على زي كنب كده اهو. ومواسير بتنقط ميه علينا بتاعه الطياره واحنا طايرين في الجو. بس طبعا ده كان عادي يعني، احنا ما خفناش، قالوا لنا لا ده عادي، لا تلاقي فيه سرسوب ميه ممكن ينزل عليك كده، بص تلاقي من الماسوره. المهم الحمد لله وصلنا بالسلامه بعد رحله طبعا كانت صعبه جدا. والاقامه هناك بقى، الاقامه هناك كانت كنا قاعدين في اوتيل نقدر نقول جيد يعني، مش كويس او مش وحش يعني، تقدر ان انت تبقى قاعد مستريح فيه. لكن احنا ما كناش بنفكر بقى احنا بنتعب ازاي، او المشقه اللي احنا مثلا شفناها في الطياره الحربيه دي واحنا مسافرين ازاي، احنا كل كان تفكيرنا ازاي ربنا يكرمنا ونرجع بالكاس. ده يعني انت بتلغي كل التعب وكل المشقه دي ليك هدف واحد، هدف واحد بس، ازاي ربنا باذن الله يكون موفقنا عشان نرجع بكاس افريقيا، لان كان حلم لينا كلنا يعني. وفعلا الحمد لله وصلنا هناك بالسلامه. طبعا اول ما وصلنا السفير بتاعنا استقبلنا والرجال بتوع السفاره زي ما بيحصل دلوقتي، ولكن كلمونا ان ممكن يعملوا لكم سحر. ما هي دي بقى بيعملوا سحر الطقوس الافريقيه بقى قبل المباريات بالظبط. والكلام ده كان بالنسبه لنا اول مره يعني، كان جديد بالنسبه لنا، لدرجه ان احنا يوم الماتش واحنا في الاوتوبيس داخلين على الاستاد لقينا راجل شيخ مصري محترم جدا والرجال بتوع السفاره قالوا لنا لا ما تخشوش، ما حدش يخش اوضه اللبس، خليكم بره في الاوتوبيس لان هم عاملين لكم عمل جوه في اوضه اللبس. وفعلا قعدنا تقريبا ساعه الا ربع في الاوتوبيس من بره، ما دخلوش الملعب. الشيخ دخل الاوضه وقعد يقرا قران وبعدين قالوا لنا ودخلنا والدنيا مشيت ولعبنا.
تعادلنا 1-1. كابتن محمود خطيب برضه جاب جول التعادل. فرقه اشد كوتوكو كانت جامده جدا جدا، والملعب طبعا ما فيش رجل، يعني ما فيش رجل بتاع 50-60 ألف. والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، وكان اول كاس افريقيا يخش النادي الاهلي. لطاهر ابو زيد لمختار، براس مختار وماشي مختار، يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس مرتين وهيجيب جول، يا جول 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 التعادل للخطيب، جول التعادل للخطيب، يا سلام الخطيب نجم مصر ونجم هجوم النادي الاهلي. طب ايه حكايه عبيدي بليه؟ كابتن خالد اتكلف ان هو يراقبه وهو يكون موجود معاه في نص الملعب. دي السنه، ده الماتش السنه اللي بعديها، ده في سنه 83 اللي خسرنا فيها البطوله. ما احنا السنه اللي بعديها وصلنا فاينل مع كوتوكو برده، خسرنا فيها البطوله، جابوا فينا جون بس كان برده لمسه يد. عبيدي بليه كان بيلعب في اسم كبير طبعا، واسم كبير ولاعيب تقيل. وقبل الماتش واحنا هناك كابتن جوهري قال لي عايز اقعد معاك، رحت له قعدنا، قال لي هتلعب بكره وعبيدي بليه لازم حد يمسكه، وانا شايف انت اكتر واحد تمسكه. قلت له انا اكتر واحد انا امسكه، يعني انا كنت في النواحي الدفاعيه، يعني ما يعني كنت لعيب كوره بهتم بصناعه اللعب. قلت له خلاص زي ما حضرتك تشوف. فعلا نزلت لعبت معاه وعملت ماتش كويس جدا، ولكن خسرنا بهدف بكره بالعرض برضه اتحطت بايده، يعني هو طار عمل ان هو هيلعبها بدماغه، حطها كملها بايده والحكم بقى مشاها، وده خسرنا البطوله في السنه دي. وده كان برضو يعني انت النهارده انت الجيل بتاعكم في 82 تحقق البطوله، وفي 83 توصل فاينل. الفاينل ده يعني كان انجاز بالنسبه للجيل اللي كان موجود، وكان ما شاء الله جيل كله اسماء وكله نجوم. رجعك ل 82 بقى لما خدتوا البطوله هناك في غانا في كوتوكو، وانتوا راجعين وشفت استقبال جمهور الاهلي في المطار وقتها، حاجه يعني ما تتوصفش. استقبلونا جماهير رهيبه جدا بالورود، وكل واحنا نطلع من الطياره كل واحد بننزل من على سلم الطياره استقبلونا بالورد، وحطوا لك الورد كده هون لبسه لك في رقبتك في راسك. لا كان استقبال هايل، كل مجلس اداره النادي الاهلي كان مستنينا. وكانت فرحه ما بعدها فرحه، وجماهير النادي الاهلي طبعا كانت فرحه بطوله افريقيا دي اول بطوله ليها ذكريات جميله طبعا طبعا.